بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في ظل الأحداث الراهنة وما تمر به البلاد، لابد من سلبيات وإيجابيات، لابد أن يكون لنا وقفة بين أن تكون لنا وقفة تجاه أنفسنا أولا، ثم تجاه المجتمع وسلوكياته، ومع المسؤولين وتقاعسهم عن أداء واجبهم تجاه الوطن وتجاه هذا الشعب. فقررنا أن نطل عليكم من خلال هذا البرنامج لنرصد سويا كل ما يدور على الساحة وكيفية تخفيف المعاناة عن هذا الشعب الذي هو من أنقى وأطيب الشعوب على مستوى العالم. إذ نشكر هذا الشعب العظيم الذي وقف بجوار جيشنا العظيم الباسل والشرطة تجاه الإرهاب الغاشم، وقفة يشكر عليها الشعب في الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواردها. سيكون لنا لقاء بعد الفاصل مباشرة مع الأستاذ الدكتور جمال بدراوي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والأستاذ محمد عبد العزيز المستشار الإعلامي لوزير الطيران. تفضل سيادتك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام وأحبائنا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة من أولى حلقات برنامج الراصد، والذي يرصد كل ما هو موجود في الشارع المصري، ليس فقط رياضيا ولكن سياسيا واجتماعيا وكل ما يدور في الشارع المصري. هدفنا في البرنامج ليس فقط ان احنا بنجيب السلبيات، ولكن ازاي نجيب السلبيات وازاي نعالجها من خلال القضايا المعروضة. بنجيب الضيوف، وبنجيب الضيوف المسؤولة كمان واللي تقدر هي توصل لنا الإجابات السريعة والإجابات اللي ممكن تطرح على الحكومة وتقدر الحكومة تتخذ فيها قرارات. فكرة البرنامج جت من خلال المستشار لطفي فياض، خلال عمله إذا كان في القضاء أو المحاماة أو التجارة، ولذلك كان ينبغي علينا أن احنا يبقى في عندنا طفرة جديدة. عارفين حضراتكم أن احنا بنطل عليكم كل خميس من خلال شاشة أخرى، ولكن لابد أن أشكر كل القائمين على قناة الصحة والجمال، بداية من العامل اللي بيستنى من أول القناة لغاية الأستاذ محمود العوامري. بشكره شكرا جزيلا على احتضانه للبرنامج اللي إن شاء الله بإذن الله هيكون ليه طفرة كبيرة، مش بس في قناة الصحة والجمال ولكن لكل الشعوب المصرية. أعزائي المشاهدين، معانا فقرة كبيرة وفقرة فيها حوارات مهمة من الشارع المصري. راصد هو بيرصد كل خبر موجود في الشارع المصري، الخبر اللي نقدر نقول عليه ايه، الخبر الطازة اللي لسه ممكن يبقى فيه احداث كل الشارع بيتناولها. دلوقتي عندنا صفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي بتاخد المواضيع وتقدر ان هي بتاخد فيها قرارات، يمكن حتى كمان الجرائم اللي بتحصل او ايا كانت اللي بتبقى متواجده في المحاكم. للاسف الشديد الفيسبوك او تويتر او المواقع التواصل الاجتماعي بقت هي القضاء دلوقتي بدل القضاء اللي موجودة عندنا. فاصل قصير وهنطلع مع حضراتكم نستقبل ضيوفنا. إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة قوية وممتعة، حوارات مهمة تهم كل بيت وليست فئة معينة من الشعب المصري. فاصل مع حضراتكم ونرجع مع ضيوفنا الكرام. رجعنا لحضراتكم في أول فاصل لينا في أول حلقات برنامج الراصد الذي يرصد كل ما يخص الشعب المصري، ليس رياضيا ولكن رياضيا اجتماعيا ثقافيا. بقى عندنا حالة كبيرة جدا في الشارع المصري بيتخللها التواصل الاجتماعي، للأسف الشديد ممكن يكون في وقت كبير من الأوقات هادم لبعض الشعوب زي ما بنشوف وزي ما شفنا خلال السنوات اللي قبل كده. يسعدني ويشرفني في أولى حلقات البرنامج اليوم أن يكون معايا ضيوف من كبار الشخصيات واللي ليهم باع طويل جدا جدا في قيادتهم.
طبعا في حضور المستشار لطفي فياض زميلي الإعلامي المحترم. بداية أعرف ضيفي الكريم الأستاذ محمد عبد العزيز رئيس تحرير مصر مجلة مصر للسياحة، برحب بيه النهاردة معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا معانا النهاردة برضو القلم الصحفي الحر اللي سبق وعملنا لقاءات كبيرة معاه وكان لها مردود كبير جدا في الشارع المصري، نظرا لأنه هو قوي جدا جدا في تصريحاته وقوي جدا جدا في تلميحاته، وكمان عنده دراية كبيرة جدا باللوائح الرياضية اللي احنا حابين النهاردة نفتح على مزرعيها، نظرا لأن أحداث كتير جدا موجودة في الشارع المصري. فيسعدني ويشرفني يكون معنا الأستاذ الصحفي المعروف الأستاذ جمال البدراوي، رئيس تحرير نائب رئيس تحرير المساء ورئيس الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والإبداع بلندن. اهلا وسهلا بيك زميلي. اهلا بيك حاتم بيه، وشكر على اللي يعني على الاطراء الجميل ده، وانا سعيد بوجودي مع حضرتك مع سياده المستشاره. احنا اللي سعداء معاكم، دعونا بقى احنا مش قاعدين في منبر اعلامي علشان نجمد المواقف طبعا، لا وعشان نقول الاحداث، ولكن كتير جدا جدا صراحه مستنيين، لان احنا عارف حضرتك ان احنا لينا شاشه بنتكلم فيها طبعاً، ولكن في حته الجزئيه الرياضيه طبعاً، ولكن النهارده لينا جمهور بيشوفنا محتاج يشوف الحقائق، محتاج يشوف ازاي نعالج القضايا اللي موجوده. راجل الشارع حقه علينا كده يعني. بالظبط كده. نبدا مستشار لطفي فياض في اول الاسئله فضل. القويه ونبدا لحضراتكم. اتفضل سياده المستشار. دكتور جمال والاستاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. دكتور جمال، كانت لمصر السياده المطلقه منذ القدم في تكوين ثقافه العالم طبعا، وفي وضع اسس الاخلاق وانبثاق فجر الضمير، عندما شعر المصري القديم بنداء الضمير فتكونت الأخلاق النفسية. دكتور جمال، تطل علينا ظاهرة غريبة وغريبة على المجتمع المصري، وهي ظاهرة القتل بين الصبية والشباب طبعا. عايزين نعرف العلاقة، علاقة الظاهرة هذه بالمخدرات، بالصيدليات اللي بتبيع المخدرات طبعا، بالفن الهابط طبعا، هل بالتعليم، كل هؤلاء مسؤولون عن طبعا هذه الجريمة طبعا. دكتور جمال، عايزينك تشرح لنا الموضوع، هل في علاقة طبعا بين طبعا. يمكن حضرتك تفضلت قلت في مجمل الكلام ان كل هذه العوامل هي عناصر أساسية في احداث او في ظاهرة الجريمة اللي بنعيشها مع انعدام الرقابة المنزلية والبدايات الأخلاقية اللي كنا بنتعلمها واحنا صغيرين في المدارس والكلام ده كله. ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي تفضل وقال بها الأستاذ حاتم في البداية إن هي مدمرة، لأنها بتقوم على لا أساس، يعني هي بتقوم على أساس سيكولوجية الإشاعة. واحد قاعد تحت اللحاف كده عمال يفتي ويكتب أي حاجة، ينقل أي مقولة ويشوهها. ده احنا بنشوف ناس بتحط على لسان برنارد شو، على غاندي، على جون بول سارتر الفيلسوف الكبير، على الناس دي، على توفيق الحكيم، بيحطوا اقاويل ويحطوا صورته، برنامج فوتوشوب بسيط ويروح حاطط كلمتين ويقول ان هو ده بيقول، ويمكن الاخ ده ما اعرفش يعني مين هو توفيق الحكيم. طب هو يهمني برضو استاذ جمال ان قبل ما اقول على التواصل الاجتماعي، يهمني حضرتك تقول حاجه مهمه جدا ذكرتها. أيوة لسه. وهي بدايه المنزل طبعا، البدايه الرقابه الاساسيه او التعليم يعني، او احنا بالظبط. معلش انا اسف، انتوا برنامجكم نبض شارع يعتبر بالزبط. يعني بتتكلم دلوقتي في ثنايا الموضوع او ما بين السطور على قد حد فهمي، وطبعا اكيد الساده المشاهدين فاهمين على قضيه ناجح والولد اللي قتل يعني واحد علشان خاطر راجح الولد اللي قتل راجح ده علشان يعني واحد بيدافع عن بنت، اللي هي الاخلاقات بتاعتنا الشرقيه تمام الاصيله تمام، اللي احنا اتربينا عليها، ان البنت اللي معايا في الكليه او في المدرسه دي زي اختي، اللي الست اللي ماشيه في الشارع دي زي امي، اقوم لها لو انا راكب ميكروباص راكب اتوبيس، اقوم لها من على الكرسي اقعدها اشيل منها. طب كل جمال حضرتك، اثرت نقطه مهمه جدا، وهي دلوقتي دي موجوده في ما حد ان هي في تحقيقات شغاله طبعًا في الموضوع طبعًا. احنا طبعا لا انا ما بتكلمش في تحقيقات، انا فاهم. لا يا فندم، انا هتكلم في نقطه ثانيه بقى، الاخلاقيات اللي أخلاقيات انا بتكلم من هكلمك من ضمن الاخلاقيات بقى، من ضمن الاخلاقيات اللي هكلم حضرتك. والفيسبوك يا فندم او المواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عموما والاعلام بتاعنا والبلطجه والسنج والعاشوره والحاجات اللي بتطلع في التلفزيون من ليه بتساهم الافلام الهابطه، افلام الهابطه كويس وتاثيرها على المجتمع بتاعت الجزارين اللي هم مسيطرين على السوق. ما ينفعش يا فندم، احنا كان زمان اسيا
هانم بتعمل مش عارف المتحدون الشركات القوميه تمام. الكلام ده يمكن انت حضرتك وانا وغيرنا شاف الايام اللي فاتت دي فيلم الممر لما نزل، شوف قد ايه قوبل باستحسان والناس كلها شافته ازاي. كويس. الناس شافت يمكن 90% كمان لله وحده طبعا. انا طبعا يعني طبعا. انا يعني الفيلم مش 100% كويس، كمان لوحده لله وحده عز وجل، ولكن انتاج يفيد، لكن انتاج مفيد. مفيد عمل حته القوميه، عمل حته الشاب شاف عايز يبقى سولجر، عايز يبقى عسكري، عايز يمسك بندقيه على الميدان. الولد الصعيدي معنى كده ان صناعه السينما، معنى كده ان صناعه السينما مهمه جدا، ان هي بتوصل للبيوت وللمنازل، ان هي تقدر تفيد وفي نفس الوقت ممكن تقضي. بتشكل وجدان يا حاتم بيه من فضلك، بتشكل ثقافه، بتشكل وجدان، بتشكل راي عام، بتشكل ثقافه شعب. احنا لما بنشوف فيلم، احنا يا فندم الاوروبيين عملوا فيلم نوح مستوحاه كله من القران الكريم، واخدين احداثه ويوسف. نوح اخر حاجه، تخيل حضرتك الشعارات والالفاظ وكلمات الرحمة طلعت في هذا الفيلم من مستوحاة من قرآننا الكريم. احنا بقى ما عملناش فيلم بهذا الإعجاز صح، ولا بهذا الإنتاج صح. احنا عمالين نعمل في حارة ونلبس واحد قميص مش عارف نوم والحاجات اللي هي دمرت شبابنا وعقولنا. ده ما ينفعش يا جماعة. كويس. يعني انا معذرة في الإطالة. طيب دكتور جمال، هنتكلم عن الصيدليات والمخدرات طبعا بكل انواعها وبكل الوسائل بتاعتها طبعا، وتاثيرها على عقول الشباب، ممكن هي دي تكون دافع رئيسي للجريمه. بالظبط. هقول لسعادتك سياده المستشار، يمكن انا هتكلم، انا بحب اكون واقعي حتى في كتاباتي، بحب اكون على الواقع. انا نفسي شخصيا اتاثرت بهذا اللي حضرتك بتقول عليه الموقف. ولد جه سرق شقتي وجاب معاه واحد، جابه اداله برشامه ب 10 جنيه اسمها ترامادول. البرشامه اللي خدها دي الولد جاي يرتكب جريمه بال 10 جنيه دي، راح خد البرشامه دي من الصيدليه، ما يعرفش مين اللي هيشاركه الجريمه، ما يعرفش مين اللي راح يقتله، وهاجم على منزلي في شقتي في المهندسين الساعه 4 الفجر ومسكناه، وربنا سهل يعني وعملنا معاه الواجب. طب فين دور الرقابه هنا؟ الرقابه فين على الصيدليات؟ الرقابه فين في الدوله؟ احنا حضرتك، انا في امريكا من سنتين تعبت عايز اخد برشامه ابلونج نيفالجين، صداع، هموت من الصداع. عديت في كل اكتر من 15 صيدليه في ولايه فلوريدا ان يدوني برشامه واحده فندم، مفيش. طب استاذ محمد برضو عشان تكون معانا في الحوار ونشكك في الحوار برضو معانا، في حاجه نقطه مهمه جدا، ويمكن مش كل الشعب المصري عنده فيسبوك، مش كل الشعب المصري بيقعد على النت. في ناس لغايه النهارده ما عندهاش وقت تقعد قدام التلفزيون حتى، مش قدام الفيسبوك، ولكن الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي بتتحكم فعلا في الشارع المصري بطريقه غريبه. يمكن احنا الشعب المصري الوحيد اللي بنقدر نستخدم اي حاجه جديده، بنستخدمها بزياده شويه، بنستخدمها يعني لما بنيجي نفهمها قوي بقوه للاسف الشديد ما بناخدش راحتنا فيها. شايف حضرتك ان دلوقتي كل التواصل الاجتماعي كلهم حاطين كلمه واحده، فلان يعدم، فلان يعدم. هل احنا لما نيجي نعالج قضيه بندي قرار في القضيه، ولا نقول نعالج الموضوع ازاي؟ الموضوع ده نتج عن ايه؟ ايه اللي خلى ده يعمل كده؟ وايه اللي خلى التاني يبقى عنده زي ما استاذ جمال قال في تربيه خلت الولد يبقى عنده شهامه؟ طب ايه اللي خلى التاني يعمل كده؟ احنا عايزين نعالج مش عايزين ندمر. اولا هي ثقافة مجتمع، يعني اللي شريك في صناعة الجريمة او في صناعة العنف داخل بين الشباب هو المجتمع، في افرازات موجودة في المجتمع. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا النهاردة، انا مثلا تربيت في قرية مثلا. تمام. كان في الفترة القديمة كان ما كانش فيه لا نت ولا كان فيه حاجة خالص، وبالتالي كان في اسرة بقعد مع ابوي ومع والدتي وبنقعد بنتكلم، وفي حدود وادب للحوار وللايه والفكر كمان يعني. تمام. الظروف اتغيرت والمناخ اتغير، بظهر في الفيسبوك، وبقى كل فرد يعني حتى الاطفال من سن 6 سنوات معاهم موبايلات، ما ان تدخل اسره واحده ما تلقى كل واحد منهمك في صحيح في صحيح الموبايل صحيح، ما بتعرفش حتى الاسره الواحده تتكلم مع بعضها. صحيح. ما فيش يعني عندهم وقت لكل واحد ماسك التليفون كل واحد فعلا. هو بقى عاش في عالم افتراضي، وهذا العالم الافتراضي كذب اللي احيانا بتدخل فيه جهات اخرى ان هي بتكون ثقافه معينه وهي ثقافه العنف. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا الافلام بتاعتنا، معظم الافلام تلقى 60% و70% هي فيها ثقافه عنف، وافلام غير هادفه وهابطه بتعلم الطفل، بتلاقي البطل بلطجي في الاخر بيطلع بطل، وبيلقى استحسان من الشريحة الشباب اللي هو اللي انا قلت عليه في الاول، انه ما بقاش في اسره النهارده، بقى في انترنت وبقى في فيسبوك.
الاب منهمك في لقمه العيش وفي والام منهمك احيانا في نسبه كبيره جدا من الامهات بتشتغل، وبالتالي اصبح الوحيد اللي بيسيطر على ثقافه الطفل والشباب هو الانترنت والفيسبوك. طب لما اجي اعالج الانترنت والفيسبوك لما اجي اعالجه، استاذ جمال قال حاجه مهمه جدا ان دور السينما ودور صناعه السينما واللي هي دلوقتي في البيت قاعد انت سهل جدا بالريموت بتقلب قناه وجيب قناه، هل لو اتحط عندنا ضوابط على قنوات معينه ممكن تتقفل؟ هو دلوقتي بالفعل تم الدوله حطت ايدها على هذا الفيروس الخطير المسرطن لعقول وفكر واخلاقيات شبابنا اللي هم ثروتنا وعماد هذه البلد وعماد اي امه مش احنا بس. حضرتك انا اسف يعني انا مش عايز اسيس الموضوع، ولكن اقول احنا كمصر 120 مليون، لو فكينا مصر دي بس هتطلع 7-8 دول من الدول الجوار، تمام، عربيه او اوروبيه او دول معاديه لينا او دول صهيونيه او شبه صهيونيه، تمام. كل ده بيحاول يخترق المجال الاخلاقي بتاع المصريين، فاستحدث عندنا اخلاقيات خارجه علينا، هم دلوقتي بينادوا بالادب والفضيله اللي احنا اصلا ديننا المسيحي بيقول بيها، ديننا الاسلامي بيقول بيها، الاعراف السماويه اللي نزلت، الاديان السماويه اللي نزلت في سانت كاترين وفي سينا في مصر، مهد الحضاره ومهد الاديان بلا شعارات قالت بيها. الناس الثانيه اللي هي عمرها 400 سنه و500 سنه وزلازل شالتها وحطتها وعملت تقدمت وفاقت عننا، لان هم مطبقين تعاليم ديننا الاسلامي فعلا. احنا دلوقتي بنتشبث بالمدنيه يعني الاوجه الحضاريه المزيفه. نخرج من قوقعه الاجرام والبلطجه اللي نتمنى تزول وتغيب تنتهي، او على الاقل يبقى في ضوابط. دلوقتي معدل الجريمه بيختلف، الاول كان عندنا البلطجي اسمه كبير اسمه جامد كبير في السن، لكن دلوقتي بنلاقي 12 سنه و15 سنه ومعاه مطوه في جيبه وبيمشي في الشارع بيجري قدامه ناس كبيره في السن. للاسف الشديد حتى معدل الجريمه اختلف وبقى فيه احترافيه. للاسف الشديد بيطلع معانا النهارده البطل في التلفزيون معاه سنجه اطول منه وسلاح اطول منه وحاجه للاسف الشديد احنا بنتكلم في حاجه. استاذ لطفي فياض ندخل بينا بسؤال جديد. اتفضل استاذ محمد عبد العزيز، بصفتك كمستشار اعلامي، ايوه يا فندم، نتكلم عن الإعلام ونتكلم عن الشفافية، تمام، هل الإعلام مسؤول عن الجرائم اللي بتحصل دي كلها لعدم الشفافية بتاعته، وكيفية تطوير الإعلام؟ أولا الإعلام في وسائل متعددة للإعلام، هو صحافة قومية وصحافة حزبية وجرائد خاصة ووسائل مختلفة للإعلام، وبالتالي ان الدور الصحافه القوميه بتقوم بدورها فعلا، لكن بعض الجرايد الخاصه بتحاول انها تشوه الحقائق او يكون لها توجه، يعني بعض الصحف لها توجه ان هو عايز ياخد حاجه معينه. يعني مثلا انا في مجال الطيران بقالي حوالي اكثر من 35 سنه صحفي محارب شؤون الطيران، بلقى ان لما بتيجي مثلا حادثه بسيطه جدا في مصر الطيران انها طياره اصطدمت بحاجه او انها في اي مشكله، تلقى كل الجرايد او معظم المواقع نقلت اخبار تانيه مختلفه كاني مثلا الطياره مثلا كذب، وبعض ومناظرتها من الشركات الطيران الاخرى، يعني مثلا في مطار اكثر من 50 شركه طيران بتحصل فيها حوادث بشعه جدا، وحتى لدرجه ان وزاره الطيران ومكتب وزاره الطيران بيبعت هذه الحوادث انها تنزل في الجرايد، ما بتنزلش، تنزل مصر الطيران، الطياره اتاخرت 3 ساعات يعمل ارتباك، الطياره مثلا الجولة. ايه الطياره ايه رجع الطيار من الجو، كل هذه المسائل بتحصل في الدول كلها في العالم ولا صحيفه ولا دوله بتعمل اللي احنا بنعمله هنا في مصر. بنلقى ان احنا بنيجي الصحف تركز على تاخر الطياره، في اهمال في مصر الطيران، في خسائر في مصر الطيران، مع ان المفروض ان الحاجه القوميه بتاعتك او بلدك او الشركه الوطنيه انك تحميها في حدود برضه، لكن احنا هنا بعض الصحف بتثير قضايا، يعني مثلا على سبيل المثال ان في صاحب كاتب ان توقف حركه النقل البضائع بين مصر وبين امريكا، كويس، الخبر ده بقى له سنتين لكن كان مستهدف من جريده معينه، مستهدف يعمل شوشره في الشركه الوطنيه، رسالة. بتلقى انت كمان حاجات كتيره جدا من هذا، يعني انا ده تمثيل لبعض الصحف اللي هي بتركز على قضايا معينه، وبالتالي ما فيش فيها شفافيه، مش كلها، يعني اذا الصحف يعتبر الرئيسيه لينا بقى عليها الاقبال والمواقع الاخباريه، ولكن للاسف الشديد احنا بياخدنا الخبر الاصفر اللي فوق الكبير اللي هو الهدام،
ده اللي بياخدنا وده اللي بنشتغل عليه للاسف الشديد كده. فيبقى عندنا نقل الخبر هو ده للاسف الشديد دلوقتي اصفر او احمر حسب المانشيت بقى سكه تاني بقى كيفيه تطوير الاعلام يا محمد التطوير بيتم بالوسائل اولا ان يبقى في يعني منظومه اللي تحدد الصحفي ده اللي ياخد دورات تدريبيه يبقى في ضوابط ليه ان هو ليه حقوقه المصداقيه ليه حقوقه ياخدها وليه عليه التزامات يؤديها وفي جهه تحاسبه لو في اخطاء بما لا يخل بالقانون وبالضوابط اللي حطها الاعلام من المنوط بالدورات التدريبيه انه يعمل دورات تدريبيه للاعلاميين وللصحفيين ان يبقى في دورات من المنوط او المؤسسه اللي المفروض تبقى منوطه بيها وعلى اي اساس هيبقى في دورات تدريبيه وليها شهادات وليها ايديهات مقننه عشان نقدر نشتغل بيها هو في جهتين في الاعلام وفي الصحافه في نقابه الصحفيين هي بتتولى عمليه الدورات التدريبيه للصحفيين تمام وفي الاعلام في جهات اعلاميه مثلا زي الهيئه العامه للاستعلامات زي وزاره الاعلام سابقا كل هذه الجهات بتنظم دورات تدريبيه للاعلاميين وللاعلام فقط واما للصحفيين فهناك النقابه العامه للصحفيين لا المفروض برضو المؤسسات محمد المؤسسات برضو تنمي الناس اللي عندها بالظبط يعني بيتكلم على بصفه عامه بصفه عامه كويس لان بقى في طفره عامه اعلاميه وقنوات كتير ومتخصصه بالظبط استاذ جمال صاحب الراي الحر دايما اللي دايما بيجيب لنا الحاجات الاكسكلوزيف بقى الحاجات اللي هي يعني ما حدش عارفها عندنا اخبار للاسف الشديد وكمان وصلت للاخبار انه تم القبض على المنظومه بالكامل وحاجات كتيرة من المطار وبطولة خارجية والبطولة كمان أقيمت للأسف الشديد معرفناش البطولة دي عملوا فيها إيه ده اتفاجئنا كمان بكارثة جديدة محدش عارفها وهي بطولة البطولة الدولية في تايلاند لرفع الأثقال في العالم المنشطات ما هو المردود الذي حدث ولم يعرفه الكثير من الشعب المصري بس في البداية حضرتك يمكن الحمد لله 400 كان يعني بفضل الله كنت أول من انفردت بهذا الخبر بالقبض على بعثة مصر العائدة من معسكر أذربيجان استعدادا لبطولة العالم لرفع الأثقال وهيئة الجمارك في مطار القاهرة مسكتهم لأن في معاهم مكملات غذائية ومنشطات محظورة صحيا وادميا وطبيا مسكتهم اتمسكوا اكتر تم القبض عليهم يعني تم القبض بالفعل عليهم يعني هم مسكتهم طب هم الحاجات دي اتواجدت ازاي معاهم هم بقى اتواجدت ازاي بص يا فندم الجريمه كامله ما بتكملش يعني ربنا بيعمل كده مره 2 3 10 هو في مدرب وده مش سر لان اتكتب في كل الجرايد اسمه محمد موسى المدرب ده مدرب عام للمنتخب تمام. كان شغال في البارالمبيك قبل كده اللجنه البارالمبيه بتاعه المعاقين تمام. وكان بيتاجر في حته المنشطات والمكملات الغذائيه فكان بيشيل الولاد يعني يروح يعملوا معسكر في اذربيجان على اعتبار ان اذربيجان قريبه من روسيا وقريبه من دول ثانيه بيجيبوا منها المكملات الغذائيه والعلب دي طبعا بتوصل من 50 ل 60 دولار لو بره في امريكا هي نفس الكميه ب 500 دولار فبيجيبوا 50 فطبعا دي بتبقى حضرتك اكيد في تفاوت في فروقات طبعا طبعا كمان في الماده نفسها يعني ممكن دي تكون كمان مضره مش مكسبه فالاخ ده معاه قرشين بيحطهم في استثمار القصه دي كل عيل يشيله في الشنطه بتاعته ثلاث اربع علب وكده. واحد بلغ عنهم وتم فعلا ضبط الناس دي. دي كانت البدايه كتبنا الكلام ده. بعد كده اتحقق معاهم بعد كده حصل حل للاتحاد حل مجلس اداره الاتحاد بعد كده مجلس اداره الاتحاد هذا الجواب كان موجود في الدرج عند اللجنه الاولمبيه كل ده حدث كل ده حدث من سنتين يا فندم انا بتكلم تاريخ القصه من البدايه. وتم مش عايز اقول تواطؤ بقى ولا تراخي او ايا يعني كان ايه اللي عمله الاخ هشام خطب رئيس اللجنه الاولمبيه مع محمد محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال ونام الموضوع سنتين. طبعا مش عايز اقول كلمه المجرم ولكن اقول المخالف لما بيعمل حاجه ومن امن العقاب اساء الادب. اساء الادب. دي معروفه قاعده معروفه من امن العقاب سياده المستشار اساء الادب. واحد عارف ان هو بيعمل غلط ومحدش هيحاسبه. فخلاص بيعمل بيزود مش هيرتدع فاللي بالفعل الاخ ده كمل وكان يمكن في الكابتن محمد ايهاب اللي هو بطلنا الاولمبي كان جاي على الطياره اللي بعديهم ومعاه برضه كميه راح رجع بيها شوف قد ايه السيناريو يعني ما علينا بعد كده بسنتين طلعت النادو ومكافحه المنشطات العالميه في سويسرا كشفت ان في عندنا 7 حالات منشطات من 5 سنين عملتوا فيها ايه؟ الاتحاد المصري قال لا ما عملناش حاجه شغل الفهلوه ودارين والثلاث ورقات. بعد كده طلعت 5 حالات تانيين بقوا كده 12 حاله. بعد كده بطوله العالم في تايلاند اللي سيادتك تفضلت وقلت عليها خبر من البدايه اللي عند سيادتك. عملوا بطوله العالم في تايلاند وتايلاند شوف الاخلاقيات بقى موقوفه من الاتحاد الدولي مش عشان المنشطات. مش مشكله. قالوا مش مشكله بس احنا هنستضيف البطوله والابطال يجي يتفضلوا عندنا.
بالفعل راحوا اتفضلوا عندهم ولعبوا البطوله. قالوا لهم لا تعالوا بقى، انتوا عندكم مصر والصين ودوله كذا وكذا، الناس دي كانت عندها منشطات. بعد ما حققوا 14 ميداليه لعبتنا اتوقفت البطوله وقالوا لا احنا مش هناخدكم، انتوا عندكم منشطات. الغاء كافه النتائج وقرار المكتب التنفيذي للجنه الاتحاد الدولي بايقاف مصر ونشاطها نهائيا محليا وقاريا وافريقيا ودوليا عن المشاركه في اي منافسات في بطولات رفع الاثقال. تمام. ما وراء هذا الخبر ان هو طبعا تم تغريم مصر 200,000 دولار. السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي الراجل محترم وراجل بطل رياضي سابق عمل ايه؟ راح محول المجلس كله للنيابه امبارح، بس امبارح تم امبارح حول مجلس اداره الاتحاد كله للنيابه مع المتسببين في ذلك اللي هو المدرب وبعض الناس. ناهيك عن كده الاكثر طاله طبعا، لان احنا عندنا بنت اللي هي ساره سمير، ساره سمير وحضرتك محمد ايهاب، الاثنين دول واعدين وجابوا في الاولمبياد اللي فات ميداليات وجايين في الاولمبياد اللي جاي بنجهزهم يعملوا ميداليات، وانا كنت معاهم في ريو دي جانيرو في برازيل في البطوله وشفت الاولاد دي يا حاتم بيه والله يا سياده المستشار اغلب من الغل. عارف لما يكون عيل جاي من تحت اللي بنقول عليه في الصعيد عندنا قدام أيوة تحت أيوة الجاموسه أيوة ويبقى بطل ويقهر يقهر لاعبين عندهم مؤسسات يا محمد دي مؤسسات بتصرف عليهم. الاماكن دي اللي بتطلع ابطال يا جمال، الاماكن دي اللي بتطلع حضرتك بتتكلم عليها دي اللي بتطلع ابطال. تخيل سيادتك الاماكن دي والابطال دي والخامات دي والناس دي اللي طلعت بالصدفه يطلع مسؤول فاسد ينهي عليهم، ينهي عليهم. انت بتقضي على جيل كامل، بتقضي على سمعه بلد كامله. النتيجه ايه بقى؟ ان الاتحاد الدولي امبارح وانا كاتب الخبر ده بالرغم ان انا يعني في حاله مرضيه الاسبوع اللي فات ده، بس طبعا طبعا احنا نسينا ان طبعا نقول لحضرتك الف سلامه، لحضرتك طبعا جاي دي حاجه والله يعني على راسنا طبعا. الله يخليك الدكتور يمكن راضي الفايده والله النهارده مديني 3 جرعات مسكنه عشان اقدر اجي برضه لان ما اقدرش اتاخر. الف سلامه عليك يا دكتور. بص يا دكتور لما اجمل الجزئيه عليك بس اتفضل. ان هو امبارح حضرتك تم تهديدنا ان يتم سحب الميداليات اللي احنا طلعنا بيها الاول في دوره الالعاب الافريقيه اللي اقيمت في المغرب مؤخرا. تمام. فدي طبعا اكتر من 50 ميداليه في عندي بالظبط 50 ميداليه غير 14 ميداليه بطوله العالم، غير حضرتك انت واعد انك هتجيب ميداليات من 3-4 اولمبيه في طوكيو 2020 اللي هتقام في اليابان. لك ان تتخيلوا ان طبعا صناعه البطل الاولمبي يا معالي المستشار بتصرف عليه مكلفه جدا من 25 مليون جنيه. انت عندك فتره اعداد وسفر وتدريبات اللي فات ده كله كوم، وال25 مليون جنيه دولت اللي صرفوا كوم تاني، والعيال دي طالعه بالصدفه طالعه بالسليقه، ربنا كرمهم كده بالسليقه، ربنا كرمهم بالفطره. الاكسكلوسيف بتاع البرنامج واللي انا بقوله واشرف ان انا اقوله معاكم على الهواء وقبل ما يكتبه حتى عندي في جريدتي، ان تم اكتشاف ان هذا التاجر ورد بعض المواد الكيميكالز دي والحاجات اللي هي المكملات لاتحادات ثانيه منشطات، اتحاد الملاكمه، اتحاد التايكوندو. يعني اذا في خطر كبير، يعني اذا في خطر كبير على الالعاب الفرديه اللي خطر كبير على الرياضه المصريه ومنها كمان المنتخب الاولمبي لكره القدم، ودي كارثه كبيره، ودي هتبقى كارثه كبيره جدا، دي كارثه جديده قادمه. يعني انك انت كل انجازات اللي فاتت شككتني فيها، وكل انجازات اللي فاتت واللي انا عملتها وقعت في براسن الكسب غير المشروع، وانك انت كمدرب فاسد بوظت جيل كامل وكمان بتضر باسمي وسمعتي. وانا عندي مشكله يا استاذ جمال في المواضيع دي، عندي مشكله ليه لما بقى عندي كده نظره بعيده، يعني حضرتك بتتكلم على نظره للمنتخب طبعا ونظره على الرياضات الاخرى طبعا، ليه ما بيبقاش في توجهات من حضرتك او القيادات المعروفه ان هي تقعد مع الوزير او تتكلم او تفتح الملفات دي على فندم؟ احنا بنكتب وبنقول اللي علينا، ولكن انا اسف الفساد يحميه الفساد. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بيضرب بيد من حديد على ايادي محافظين ووزراء وعلى كبار مسؤولين، وبنلاقي فساد بيطلع فجاه. الناس دي مش عارف ليه مش عايزه تتعظ، الناس دي مش فاهمه ان في دوله بقت دوله. احنا دلوقتي كنا في لا دوله، دلوقتي بقينا في دوله من بعد 2011. احنا البلد بنعفو تاني، بنسترد صحتنا. يا جماعه ما تخبطوناش في ركابنا وتوقعونا، شدوا ايديكم مع الراجل، شدوا ايديكم مع البلد. الولد ده اللي بيضيع ده بالملايين، انت بتهدر جيل تاني. يعني اللعيبه دي يا سياده المستشار دلوقتي هيروحوا فين؟ انت عند حضرتك دلوقتي اكتر من 600 لاعب ولاعبه ابطال عالم وابطال افريقيا وابطال اولمبيين، هيروحوا فين ال 600 دول؟ هتسرحوا؟ طيب ناخد سؤال للمستشار للاستاذ محمد، ولا نسيبهم يروحوا القطر زي ما هم دلوقتي بيجنسوهم؟ دي مصيبه ثانيه، دي مصيبه ثانيه. دي دكتور جمال انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل يا فندم. انما الى علمي
ان في احداث مؤسفه في الجمعيه العموميه بنادي الرواد. بالظبط. طب دي خبر تاني يعني. دي حاجه تانيه، دي برضو كارثه تانيه. كارثه تانيه من ناحيه ايه؟ ان احنا ما بنسيبش اللي بيشتغل كويس في حاله، ما بناخدش بايد الراجل المجيد ونقول له كمل وربنا معاك، لا نقول له ارحل ونعمل له فتن وبتاع. اللي حصل حضرتك الجمعيه العموميه كانت امبارح فعلا بالفعل اول امبارح اقيمت، وحصل ان في 15 اتوبيس دخلوا تبع احد النواب من اعضاء مجلس النواب الشرقيه، بيقول بيدعي ان هو على قرابه وعلى صله بالسيد وزير الشباب والرياضه، وانا هجمد الاحسبه الحساب بتاعكم والارصده الماليه والكلام ده كله. دخل يا سياده المستشار 15 اتوبيس اعضاء لسهم باعضاء هم من اهالي المنطقه، ودخلوا في غيبه من الاخ وائل الالفي وكيل وزاره الشباب والرياضه بالشرقيه، ودخلوا لم يتحققوا ان الناس دي معاها كارنيهات، ان الناس دي ليها بطاقه التصويت ان هي تخش تدلي نعم او لا. دخلوا يقولوا لا وارحل وبس وانتوا كذا. انا من هذا المنبر الكبير وامام سيادتك وحاتم بيه واستاذنا طبعا استاذ محمد بقول الناس دي لو هي مخطئه تعدم مجلس الاداره بالكامل. انا لست مع فاسد، لكن الناس دي انا عرفتها عن قرب، الدكتور ابو الحجاج عبد الغني اللي هو رئيس مجلس اداره النادي. بالظبط. راجل استاذ قانون دولي وبيدرس في كبرى الجامعات في الكويت. طيب انا طبعا استاذ جمال عايز بس اعطي حضرتك كلمه عشان اخد كلمه اخيره من الاستاذ محمد. طبعا بوجودك معانا النهارده في برنامج اخد من حضرتك كلمه اخيره علشان نطلع فاصل مع بعض. حاضر. انا كنا عايزين نكمل جزئيه بس هنكملها بعد الفاصل، بس ناخد كلمه اخيره من الاستاذ محمد بوجودك النهارده والحاله عايزين نقول الحاله المزاجيه للشعب المصري دلوقتي في الاستقرار، ان احنا بنخطو خطوه زي ما قلت يا جماعه الى الامام ولسه بنتعافى. شايف من وجهه نظرك الشخصيه كراجل يعتبر والد لينا جميعا يا استاذنا، شايف احنا ازاي هنقدر نخطو للامام الفتره اللي جايه؟ اولا انا من مشاهدتي للناس والتعامل مع الناس، الناس فعلا في حاله كويسه جدا، ولكن بعض الشباب وبعض العناصر اللي بتفسد علينا حياتنا هي دي اللي بتنغص علينا عيشتنا من خلال المواقع ومن خلال البوستات اللي بيبعتوها دي، وبالتالي ان احنا لا نهتم بيها، ولكن اطالب بمتابعه لهذه البوستات الموجوده على الفيسبوك. لازم رقابه. في فريق عملاء متطوعين من الشباب يبقى يتابعوا هذه الحاجات اللي بيكتبوها على الفيسبوك ويردوا عليها. ده سليم جدا. انا شفته اكثر من دوله، وكان من ضمنهم دوله اوزبكستان. كان ما فيش اصلا هناك عندهم لا واتساب ولا انترنت. فندم الصين ما فيهاش. باخد من حضرتك كلام مهم جدا، ان احنا دايما نعتمد على اصولنا وتقاليدنا اللي تربينا عليها. التطور ممكن يبقى تطور يفيد، ولكن احنا للاسف الشديد التطور بتاعنا بيضرنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد عبد العزيز رئيس تحرير مجله مصر السياحه، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا النهارده. وطبعا لسه نكمل معانا استاذ جمال لان في حاجه مهمه جدا، ولكن معانا ضيف هناخده بعد الفاصل المستشار يوسف محمد احمد، نستقبله معانا ونخرج مع بعض مع حضراتكم فاصل ونستقبل ضيفنا الكريم. فاصل ونرجع مع ضيوفنا الكرام مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم لاخر فقره لينا النهارده في برنامج واولى حلقات برنامج الراصد الذي يرصد كل كبيره وصغيره في الشارع المصري، ودخول معانا في ضيف جديد يطل علينا من خلال البرنامج المستشار يوسف سليمان سفير الائتلاف العربي ومستشار مجلس القضاء العربي. طبعا برحب بيه معانا النهارده. اهلا وسهلا بيك استاذ المستشار يوسف. اهلا بك يا فندم، وتحياتي حاتم استاذ حاتم عسكر الاعلامي المميز، وتحياتي سياده المستشار لطفي بك فياض ولاسره البرنامج. وانا بهني القناه على البرنامج الجريء، وان شاء الله انا اتوقع ان هو هيكون من افضل البرامج الحواريه على مستوى مصر والوطن العربي، لانه بيناقش القضايا المجتمعيه بشكل عام وبشكل خاص بيركز على المواطن البسيط.
اشكرك شكرا جزيلا على مقدمة المحترمة واللباقة في الحوار. شكرا جزيلا للمستشار يوسف سليمان. واترك زميل الاستاذ الاعلام المحترم يكمل سؤال الاول مع دكتور جمال لان موضوع خطير جدا في الجمعية العمومية وبعدين نخش مع حضرتك في الموضوع. تحياتي يا فندم. دكتور جمال, بما اننا احنا بنتكلم عن الضمير او فقد الضمير وان الضمير اصلا انشئ من القدم من مصر طبعا. يعني الضمير اساسا نشا من مصر, ما نشا في الخليقه مع من الانسان البدائي طبعا في مصر. بما اننا بنتكلم عن الضمير يا دكتور جمال, هل التلوث السمعي في الاغاني الهابطه اللي موجوده حاليا على الساحه وكل الشباب وكل الاطفال بيتناولوها بجميع الاشكال, هل الاغاني دي والحاجات الموجودة الهابطة دي برضو الأفلام الهابطة والسنج اللي بتطلع والمطاوي والسلاح والبلطجة واخبار حضرتك ونجوم الشباك, وهل أصبح المستوى الثقافي للشعب المصري البلطجة هي اللي تحتل المرتبة الأولى؟ التلوث السمعي والأغاني الهابطة والكلام الفاضل اللي بيتقال أصبح عند الشعب المصري هو في المرتبة الأولى؟ بس سلوجن هو بالكلام طبعا. بالضبط طبعا. عايزين نشوف ده تأثيره برضو على الجريمة طبعا. تأثيره على الضمير هو طبعا يمكن البداية اللي حكيتها التلوث, تلوث سمعي, وهذا التلوث انتقل إلى التلوث أخلاقي وبقى كمان تدني في الذوق العام. يعني حضرتك كنت تشوف زمان المطرب كده في الشاكت كده هتنبيه حضرتك كده وقاعد حاجة كده و تقول ده يعني محمد بيه فوزي بياخده بكويه. دلوقتي سواء الميكروباص او اي مبيض محاره بيبقى مطرب تاني يوم. والاخ اللي بتاع سوري يعني مش عايز اقول اللفظ يعني مش عايزين نقولها بيكا وشيكا مش عارف ايه وحاجات اللي دي. ويمكن في كومنت عجبني جدا كده شفته قريته في السوشيال ميديا, واحد بيقول شفت يا ماما الاثنين مطربين دول, قالت له والله افتكرتهم حراميه. يعني كان احلى بالظبط احلى افيه واحلى ديسكريبشن او احلى وصف للوضع الراهن, اتنين حراميه طالعين بيغنوا. تخيل بقى ده بيطلع سياده المستشار على الستيج او على المسرح شارب ايه, متعاطي ايه, واخد حقنه ايه, عامل ايه, وهيصدر لك انت ايه تمام. ثقافه وكلمه ولحن ولا ليه بقصه خالص تمام. مبيض محاره بدون اسماء بقى ذكر اسماء, ميكانيكي كبير هو ملحن وموزع وهكذا. يا دكتور جمال ده انا شفت الفنان لابس قميص, مش ممكن اتخيل الموقف. مش القميص يا فندم, ده هما بيلبسوا من كنبة الانتريه دلوقتي وبيلبسوا حاجات تانيه. استاذ يوسف برضو تكمله للحوار المقطوع يعني بنتكلم فيه في حاجه مهمه جدا, وكنا بنتكلم على التطور ان احنا ازاي المرحله اللي جايه, ولكن يهمنا جدا ان احنا بنسمع النهارده مسميات كتير جدا, الائتلاف العربي مش عارف الائتلاف ايه ده, وظيفه الائتلافات دي وجودها في الشارع المصري انا وصل للمواطن المصري اللي قاعد بيتفرج البسيط, هو الائتلاف ده بيعمل ايه وظيفته ايه؟ اولا انت برضو حضرتك اتكلمت في نقطه محوريه جدا وهي نقطه المواطن المصري البسيط. المواطن المصري البسيط دلوقتي في الوقت الراهن كل اللي بيهمه ايه؟ انا عايز احصل على لقمه العيش وانام واصحى اروح شغلي في لقمه عيش وخلاص. الله عليك, هو ده الكلام اللي انا عايزه. اي تطورات سياسيه او اقتصاديه موجوده حواليه هو مش مستوعبها. مع العلم ان في ظل القيادة السياسية دلوقتي ان كل التطورات وكل اجهزة الدولة واجهزة الحكومة كلها هدفها اساسا الرقي بالمواطن البسيط. فاحنا لما نيجي نتكلم عن المواطن البسيط نقول له انت ايه رأيك دلوقتي في اي مشاريع في اي حاجة في اي ائتلافات, يقول لك انا بستفيد منها ايه؟ تمام, انا عايز اكل لقمة العيش بتاعتي وبقى اشتغل على قد الفلوس اللي معايا, مستوى معيشة كويس. لكن بالنسبة للائتلافات واهمهم طبعا الائتلاف العربي. الائتلاف العربي ده منظمه دوليه عالميه تتبع جامعه الدول العربيه ومنظمه وهيئه الامم المتحده, ودي ليها الانسان اعتقد برضه هي في داخل معها حقوق الانسان, بس هي اساسا جامعه الدول العربيه ومنظمه الامم المتحده. وفي كل دوله من دول العالم في سفير للائتلاف العربي, ده في اجتماع بيتم كل 3 شهور اجتماع في دوله اجنبيه او دوله عربيه وبيناقشوا المشاكل اللي بتخص المجتمع تمام. منها مشاكل البطاله, مشاكل السرقه, مشاكل المخدرات زي ما سياده المستشار لطفي اتكلم فيها. طبعا مردود الحاجات دي كلها ما بيجيش بين يوم وليله, مردود الحاجات دي بيجي من خلال تطبيق سياسه الدوله على المواطن المصري. فبالتالي المواطن المصري مش هيحس بالكلام ده.
وهنرجع برضو النقطة إضافة لسيادة المستشار موضوع الضمير. إحنا لو كلنا أي كلمة إيجابية اتقالت في المجتمع كل إنسان طبقها بضمير من جواه بدون انتظار مردود مادي أو معنوي، هو خلاص هتلاقي المجتمع ده بيصير بشكل إيجابي في خطة منتظمة. طب أنا عايز أقول لحضرتك إن الضمير ممكن اللي بيشتغل بالضمير هو المواطن البسيط اللي هو بيوصل اللي بيعاني، يمكن أكثر حد أو أكثر حد بيشتغل بالضمير هو المواطن البسيط اللي يدوب بيكفيه لقمة العيش. ليه؟ لأنه لو ما بيشتغلش بالضمير كان هلا معاه فلوس. كان هلا معاه فلوس. لا ما هو برضو الفكرة دي لو كانت موجودة في المجتمع المصري دلوقتي هي بتتلاشى نسبيا. ليه؟ في ظل الرقابة وفي ظل أجهزة الحكومة والقيادة السياسية وفي ظل الأمن والأمان بتاع الجيش كل ده ابتدى يتلاشى وهيرجع الوضع لطبيعته. إيه هو الوضع لطبيعته؟ الصبر مع التعب مع المجهود، وأعتقد دي المنظومة اللي المفروض المجتمع يمشي عليها. أنا كان نفسي بصراحة إن الحلقة تستمر، ولكن الهوى عندنا الساعة طارت، لأن فعلا بصراحة الأحداث كبيرة جدا، وكان عندنا أحداث كبيرة المفروض إحنا نتكلم فيها. ولكن أنا طبعا بشكر طبعا حضراتكم تواجدكم معايا. هسيب طبعا كلمة لكابتن المستشار لطفي فياض إنه يختم مع حضراتكم، وبعد كده نختم سريعا. هو طبعا دكتور جمال إحنا نأمل إنك تكون موجود معنا حلقة تانية إن شاء الله. دكتور جمال كلمة أخيرة توجهها للضمير الإنساني في مصر. هو الضمير طبعاً أنا يعني أنا عارف الضمير هو ببساطة هو العسكري الرباني اللي حاطه جوانا لأي حاجة عشان تقومنا. أشكرك جدا مع المستشار. شكرا دكتور جمال. شكرا يوسف بيه. شكرا يا فندم. شكرا أستاذ حاتم. شكرا سيادة المستشار لطفي. أعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على بداية موسم جديد إن شاء الله بإذن الله لحلقات وبرنامج الراصد الذي يرصد كل صغيرة وكبيرة في الشارع المصري. بشكر طبعا إدارة القناة المحترمة، بشكر كل العاملين المصورين والمخرج المحترم اللي طبعا بيتابعنا لحظة بلحظة، بشكر طبعا كل اللي موجود على رأسهم الأستاذ المحترم محمود العوامري، بشكر زميلي المحترم لطفي فياض، بشكركم جميعا أعزائي المشاهدين. إن شاء الله انتظرونا، لأن مفيش حاجة في مصر هتحصل إلا وهنلقى عليها الضوء، ولكن بحكمة وتريث من خلال ضيوف محترمين بيجوا يناقشوا المواضيع على ترابيزة الموضوعات. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، انتظرونا كل يوم 2 الساعة 5 في الراصد في الشارع المصري.